الصوفية والشرك بتاعهم ده اللي بيعملوا فيه الليلة ده ربنا عز وجل رسل له رسل عليهم الصلاة والسلام. ده ما موضوع فيه مجاملة ولا فيه باركوة، ما بنبارك نهائي، مسخنين معاك يا صوفي لآخر دقيقة، أصلا ما بنبارك لأنه في ناس بردوا. قل لك لا، المرحلة دي لازم طبعا تتآخى وتتآلف مع الصوفية ضد المد العلماني. شفت نحن بنقول الشريك الصوفي والعلمانيين سوا، كلهم انا اقعد مع صوفي عشان احارب علماني. كان ما الصوفي كان في علماني حائم في البلد دي؟ لو ما التصوف والشرك بتاعهم كان في شيوعي وسخ لا في الداخلية، ولو ما التصوف والباطل والبدع والشرك ما كان في كوز رافع راسه في البلد دي والله العظيم، ولو ما الصوفية ما كان في جمهوري زي القراية الكلب افتح بلاغ ولا تعالينا واحد من الاثنين. لقينا البلد خلا يطلعوا مع البنات، انا مره لقيتهم طالعين من الجامعه دي جوا طالعين بجوز، والله تقول مقسمينهم قسم بجوز ولد وبنت ولد وبنت. تقرا شنو لحد الزمن ده؟ الجامعه دي اخر محاضره الساعه 5 ما في ثاني، قاعد تسوي في شنو؟ وما شايلين معاهم ولا قلم رصاص واحد، قاعدين هنا بيلعبوا باعراض الناس وبينشروا الفساد وقله الادب، والكلام ده سببه شنو؟ سبب الصوفيه والشرك، ما في سبب ثاني عشان ما يغشوك. والبلد دي وقع في مصيبه، مصيبتها الشرك بتاع الصوفيه، الضيعه الشرك بتاع الصوفيه، الغطس الاقتصاد في البلد دي الشرك بتاع الصوفيه، ما عندنا كلام ثاني. البرعي قال نحن شيوخنا ديل بيقولوا للشيء كن فيكون، وقلبوا البيت ولد. ولو عندك مصيبة تنادي الشيخ السمانية، عندك مصيبة نادي احمد الطيب البشير، التجانية تنادي التجاني، الختمية تنادي الختم، والبرهانية وغيرهم عندهم طواغيت يعبدوا من دون الله عز وجل في البلد دي. وربنا تبارك وتعالى اتوعد في القرآن ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون.